السلام عليكم، انا سعد فهد القاسم مدير المؤسسه التعليميه اللي عندها تقريبا شي 110 ديال السنه تاع الاكاديميه، خرجوا منها اساتذه هذيك من بعد دابا نقدم الوصفه ديال الهوايه، لانه هو ما خصنيش نزهقوا لهذه الوظيفه، كنت كنتسناها ما هي فوق 18 عام وانا كنتسنى هذه الوظيفه باش نقول هذه. الشيخ الطيف اللي هو مدير المؤسسه كما شفت قبل، مربي اجيال، خرج اجيال، لان انا المتجاوب قدامنا اساتذه وزراء اطباء، الكل كيشهد بجمال الدين الافغاني بالمؤسسه وكذلك بصفته في الانسان الخلق، ماشي انسان كمدير، كشخص كاب روحي للتلاميذ. ما علم ان احسن مؤسسه عنده فيها اقسام ديال ذوي الاحتياجات الخاصه، ولكن كنتفاجئ في هذه الليله المباركه مع الاخوان مع الزملاء مع الاصدقاء اللي كيبغونا وكنبغيهم من القلب، ان بغى يعطي شي حاجه لهذا الفريق. سي عبد الطيب مرحبا بك. كيف جات الفكره خويا؟ خويا اش نقول لك، حنا كنظريين حقيقيين، كتشوف الحالة اللي وصلت لها الرياضة في القنيطرة، كتشوف المآل اللي وصلت للنادي القنيطري واللي وصلت للمنظمة القنيطرية كما قال السي الحيرش وكما قالوا الإخوان، فريق أجاكس من بين هاد الفروق اللي تعذبات بزاف، واللي عندها تاريخ كبير كيشهد به الجميع. صح، حنا كشباب غيورين قنيطريين غيورين، السي الحيرش، السي الأخ الحسن، الأخ الإخوان هادو، بغينا نديرو ليه تفيد، بغينا نتحداو هاد السنة هادي، وإن شاء الله بغينا نردو هاد الفريق، نردو الأمجاد ديالو، ونوصلو لإخواننا، وإن شاء الله إن شاء الله هاد السنة غادي نقولو الكلمة ديالنا، لأن الحمد لله كاين شباب اللي هو طموح، كاين مدرب ومساعد ديالو اللي هو في مستوى عالي، وكاين مكتب مسير اللي الحقيقة موجود مكتب تبارك الله أساتذة كما قلنا وسط أصابعي، اللهم بارك. طموحين، ولما لا هاد العام إن شاء الله نصعدو هاد العام. شكرا سي عبد الطيب. بهذا المنظر وبهذه المناسبة وبهذه الليلة السعيدة، أنا كنعلم قدام الملأ أن شارع نيوز كان مشكور للسي المدير ديالها توفيق وليد، محامي في الهيئة ديال المحاميين، كنواكبوا معكم المنابر، كنواكبوا معكم عفوا، كنواكبوا معكم الأنشطة الرياضية ديالكم من طنجة حتى للكويرة، اي ماتش عندكم في اي مدينه راه غيواكبكم هذا السيبور اللي هو شاي نيوز. تحياتي. شكرا لك. طويل كنعرفو غني على التعريف وغني على الوطن ولاعب دولي حيث ما عرفنا ما عرفناش ذاك الايام صرفنا في سيدي كريم محمد مرحبا بك في شاي قناه نيوز. شكرا. قناه نيوز محمد طويل اطار وطني ولاعب دولي ومدرب حريف فريق اجاكس. اولا كل شيء كنشكر لجنه عصبه القرن اللي تنصفها السي حكم دومو اللي عطانا مره اخرى دم جديد باش نرجعوا الفريق للسكه الصحيحه، وكنشكروا كذلك مكتب عصبه القرن باكمله. من جهه اخرى ففريق اجا كما تعرف هذا شيء كثير للكره المصغره داخل القاعه سواء داخل الوطن او خارج الوطن، وكان فاز بعدة ألقاب وعدة مشاركات دولية سواء كأس العالم الأرجنتين 93 وكأس العالم المكسيك 97 وكأس العالم بوليفيا 2001، كذلك عدة كأس أمم أوروبا بلجيكا والبرتغال روسيا تشيك والدار البيضاء وكذلك سيبيريا. لا يخفى على الجميع بأن أجاكس أعطى شيء كثير للكرة المصغرة، لا نطلبوا من الله بأن نحاولوا إن شاء الله بالجميع بالإرادة وكذلك المكتب اللي عطى دم جديد مرة أخرى سواء لداخل الوطن أو خارج الوطن باش ترجع الفرقة السكة الصحيحة. شكرا خويا محمد. وكيفاش جاك أعضاء المكتب وجاوك الشباب اللي أنت ارتحتيهم وبديتي بغيت تعطي كما سمع قبيلة أستاذ حيرش كتعطي من جيبك من المال أنت الأب الروحي ديالهم ديال الفرقة مدرب اب اخ صديق، شنو تقدر تقول لنا في هذا؟ دابا هذه ماشي الشهاده اللي كنقولها ولا انا اللي قلتها، تقولوها الاخوان اللي وراء السيطره كما يقولوا. هو بحقيقه ما تعطيش حاجه في جيبي وكلشي فضل، ولكن قلت لي واحد النويطه سمعتها الاخوان تاعنا نقولها لهم قبيله، قلت لي قلت لي واحد الكلمه ما بغيتش نهضر على اجاكس تبقى نبكي، علاش؟ واحد اولا هذا الفريق يعني ما بغيناش يكون في هذه المرتبه اللي حنا فيها دابا، كنا كنتمناو نبقى دائما في القمه، كنا على الصعيد الدولي دابا ولينا في العصبه، الى تشوف فرق يعني كلها تنتوي الى الدرجه الاولى والثانيه وفريق اجاكس في العصبه،
وللاسف تلقى تلقاو مشاكل تبقى في ناحيه التدريب وهذا يضرب به الحسن. لذا تتحس بان الفريق كان واصبح في كان، لذا تتحس بهذا التاثير من الناحيه الماديه. فانا ما بغيتش نعطي، وانما الحمد لله المكسب هو اللي تعطي كل شيء، كذلك استجابه الرئيس وثقه الفريق تدير المستطاع لان موجود انا باش ترجع الفرقه السكهه الصحيحه. لا يخفى الجميع راه تقريبا دابا اكثر من 30 سنه وانا مع الفريق كلاعب وكمدرب، نتمنى ترجع الفرقه السكه الصحيحه. وتشكر المكتب باكمله على هذا المجهود، وكذلك كما صرت سابقا سلفا باش نعاود نشكر مره اخرى السيد رئيس عصبة الغرب السي حكيم دومو على المجهود التي تقوم بها من اجل اعطاء دم جديد هذا الفريق والرجوع للسكه الصحيحه. بهذا المنظر كنشكر السي حكيم دومو اللي راجل رياضي بامتياز والكل كيشهد به، الكل كيشهد به، وكذلك الشارع نيوز كتشهد به، ومازال ان شاء الله معاه لقاءات صحفيه معاه برامج رياضيه بقول الله. خويا سي محمد سعيد كذلك من هذا المنبر معنا سي عبد الطيب القاص كذلك مدير المؤسسه التعليميه اللي ديال جامعه الاسقلاني اللي خرج منها اساتذه اباطره دكاتره مهندسين معلمين. وها واحد وهذا النموذج معنا يعطينا الكلمه شنو بغا يدير هذا الفريق، خصنا تدير شي ميطه ولكن خصنا نشدو في الميطه مكتوبه. تحياتي.